أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من أخرج زكاته باعتبار السنة الميلادية، علما بأنها تزيد على السنة الهجرية، حيث أنه في كل 30 سنة ميلادية تنقص أو تزيد على السنة الهجرية بسنة واحدة؟ لا، العبادات توقف بالأشهر القمرية، بالأشهر القمرية التي بني عليها التاريخ الهجري. هذه هي أشهر المسلمين، وهذه سنة المسلمين. إن عدة الشهور 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فالإسلام والعبادات، الزكاة والصيام والصلاة تؤقت والحج تؤقت بالشهور القمرية وبالسنة الهجرية.